أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم أسامة جلال. في خاطرة سريعة من خواطر الوعي الإسلامي والفكر الإسلامي والفقه الإسلامي، هنفهم فيه مفتاح كمان من مفاتيح الفهم. إحنا اتفقنا إن السلسلة ديت مش تفصيلية، هي مجرد خواطر. لما بلاقي في نفسي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديني قدرة داخلية نطلع أتكلم، وبيديني المعلومة اللي مثلا الواحد كان فاهمها الحمد لله قبل كده، بس بتتبلور كده وبان، فلاقي نفسي إيه عايز أطلع أقولها. دي مفاتيح، خواطر إحنا بنطلع فيها المفاتيح اللي أنت لما بتستخدمها هتفهمك حاجات كتيرة. أنا ما بحبش حد يديني معلومات، أنا بحب حد يديني المفاتيح وأنا أفهم. أنا لما أستخدم المفاتيح أفهم. الكشاف أنور بيه على كل حاجة، ما تنورليش أنت على حتة واحدة بس، يديني الكشاف وأنا أنور فيه على إيه؟ على كل حاجة تقابلني. كل ما رحت ضلمة أنور بالكشاف ينورلي. وأنا كمان كذلك، سواء أنا كشخص أو أنا في دوراتي أو حتى في خواطري، بعتمد إن أنا أديك مفاتيح الفهم، بديك الكشاف. ماشي. وممكن كمان اديك ازاي تجيب مولد طاقه كبير، بحيث ممكن يكون كشافك في يوم من الايام اقوى من كشافي. دوت اللي بيخليك بعد كده في المواقف مش مستني حد يشرح لك، بالمفاتيح دي تقدر تفهم فيها على الاقل دينك وجزء من حياتك. طيب، مفتاح النهارده ايه هو؟ كلنا، وانا من الناس اللي الواحد كان بيستغرب، وانتوا تلاقوا كتير منكم كده، وكتير من الحاجات دي ضربت المسلمين وخلت ناس تشك في دينها، هو ليه بعض المسلمين اخلاقها وحش جدا جدا جدا، وبتعمل افعال يعني سيئه للغايه، ودي حقيقه محدش يقدر ينكرها. وليه بعض الكفار ماشي خصوصا في الغرب بيعملوا افعال كويسه جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا نقول ده ديت افعال الاسلام. طيب ازاي يبقى احنا هندخل الجنه وهم يدخلوا النار؟ طيب وازاي يبقى احنا اللي صح وهم اللي غلط؟ مش منطقيه، مش فاكره صح. طيب وانت من جواك تقول يا ترى يا ابني، يجي واحد بقى زي احمد عماره كده يلعب في دماغك ويقول لك لا، ما هي الارض لله وسع عباده الصالحون. شوف الارض دلوقتي مع مين؟ مع عباده ايه بقى؟ هم دول عباد الصالحون. ايا بقى كان عندهم شذوذ وعندهم بلاوي زرقاء وبيشربوا خمره وبياكلوا خنزير وبيظلموا وبيحتلوا الدول ومؤامرات، بس هم المتمكنين وعندهم بعض الخير، يبقى هم اللي صح. لا، تعالى بقى كده افهمك المفتاح بتاع النهارده ايه. واصبر شويه معايا، هي مش خطيه طويله، بس اصبر شويه، هي دقيقتين او ثلاثه بكتير. عشان تفهم الموضوع ده لازم تعرف التقسيمه الصح. بص، في عندنا هنقول الاسلام بقى هو او الايمان، يعني هي ايه؟ هنعتبرهم النهارده شيء واحد. في الاسلام، في اخلاق الاسلام، وفي المسلمين، وفي اخلاق المسلمين. ادي كده يمكنهم على الجنب اليمين كده، ناحيه اليمين. هات بقى الناحيه الثانيه، في الناحية التانية. ايوه، في الكفر، في اخلاق الكفر، وفي الكفار، وفي اخلاق الكافرين. يبقى احنا عندنا اربعه، الناحيه دي واربعه الناحيه دي، الاسلام واخلاق الاسلام، المسلمين واخلاق المسلمين، وعندنا الكفر واخلاق الكفر، والكفار واخلاق الكافرين. طب ايه برضه عايز تقول ايه يا عم اسامه؟ عايز اقول لك ان احنا عندنا الاسلام حط كل حاجه فيها خير، ودعا الى مكارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فكل خير انت هتشوفه في الدنيا هو من اخلاق الاسلام. اي خير تتخيله في حياتك، ان الله سبحانه وتعالى الذي ارسل هذا الدين، وارسلها وقلنا الدين يعني نظام، ماشي، هو اللي حط المنظومه بتاع الكون كله، هو اللي خلق الكون كله، وهو اللي خلق الخير كله، فحط كل الخير في الدين بتاعنا. خلاص؟ فاي خير حتى لو مش معانا، الحكمه ضلت المؤمن ان وجدها هو اولى الناس بها. فكل خير هو من اخلاق الاسلام، والاسلام كل ما يدعو اليه خير. يبقى احنا كده عندنا ادي الاسلام وادي اخلاق الاسلام. نيجي للمسلمين بقى، انا اسلمت بقيت انا تبع الاسلام، المفروض تكون اخلاقي تبع الايه؟ تبع اخلاق الاسلام. هنا بقى بيحصل النسبيه، يا ترى انا هاخد باخلاق الاسلام قد ايه؟ كلما اخذت من اخلاق الاسلام كثيرا، كلما كان انا ممثل عن هذا الدين بشكل قوي وارتفعت. خلاص. طيب لو انا بقى الناحيه الثانيه، لو المسلم ده خد الاسلام وخد جزء من اخلاق المسلمين، ولكن واخد جزء، يعني هو مش صدح مدح مش ميحه خالص، بس في نفس الوقت واخد جزء من اخلاق الايه؟ الكفار الكافرين. احنا لو سيبنا الجزئيه دي، تعال بقى الجزئيه اللي هي الشمال، قلنا في الكفر، الكفر كله شر، كله شر، خلي بالك الكفر كله ايه؟ كله شر.
طيب اخلاق الكفر كلها اخلاق سيئه، كل السلبيات، حقد وحسد وغل وكذب وضغينه وقتل وسحر وكل، بص كل الشر اللي في الدنيا هو اخلاق نبع من ايه؟ نبع من الكفر. خلاص، في الكفار بقى، الكفار دول هم ماسكين مع الكفر، امنوا بالكفر، امنوا بالكفر. الكفر برضه ليه قواعد وليه اصول وليه ايديولوجيات وليه يعني، فهم عجبهم الكفر. لكن ممكن يكون اخلاقهم بقى، اخلاقهم شويه ممكن تاخد اخلاق الكفر، فيبقى دي الاخلاق السيئه اللي فيهم، اللي هي الحاجات اللي احنا بنيب عليهم منها. اول حاجه انهم لا يؤمنوا بالله حق الايمان، وان هم ممكن يكون بيلحدوا، يعني يا اما ايمان مشوه، يا اما ايمان ناقص، يا اما بيلحد خالص بالله والعياذ بالله. دي من ناحيه الايمانيه، ده بقى اللي بيخليه كافر. فاخلاقه ماشي، ممكن تلاقيه بيزني عادي جدا، شذوذ عادي جدا، بيشرب الخمور عادي جدا، بياكل لحم الخنزير عادي جدا، عندهم تفسخ في العلاقات، عندهم بعض الظلم عادي جدا، يحتلوا الدول وينهبوا ثرواتها عادي جدا. دي اخلاق الايه؟ الكفر. فهم بقت اخلاقهم هنا مشابهه شويه لاخلاق الايه؟ الكفر، عشان كده هم كفار. لكن لانهم بشر، ربنا خلقهم واكيد فيهم خير، بشر انسان زي زيك، ما هو ربنا اللي خلقهم. يعني هو مين اللي خلقهم؟ انت فاكر يعني الكفار ان الشيطان اللي خلقهم؟ الله سبحانه وتعالى اللي خلقهم، وربنا ما جعلش حد شر 100% ولا خير 100% الا من اصطفى وشاء سبحانه وتعالى. فيجي اللي هو الانسان ده، بس هو كافر وبيعمل بافعال الكفر، في جزء كده خير، جزء منور كده. من ضمنها مثلا مجتهدين في العمل، ان هو بيحب الدنيا فبيجتهد في العمل جدا، بيحط نظام. دلوقتي احنا عندنا في الغرب عندهم نسبة العدل كبيرة جدا في قضاياهم ومحاكمهم، عندهم حريات، في خير بيعملوه بجمعيات، بيشتغلوا في الطب والهندسة ويطلعوا اختراعات، ده كله خير. دي هي اصلا اخلاق الاسلام، ماشي. هو هنا بيقلدها، ما بقاش مسلم بس بقى بيعمل باخلاق الايه؟ بقى بيعمل بجزء، خلي بالك هو ده الفخ، بيعمل بجزء من اخلاق الاسلام، جزء، لكن ليس مسلم، ماشي. وهو كمان فيه من صفات الكفر واخلاق الكفر. نيجي بقى الشيء اللي بيحيرنا شويه كمان ناحيه ثانيه، يمين للمسلمين. نيجي المسلم لما نلاقي المسلم بيزني، هل الزنا من اخلاق الكفر ولا من اخلاق الاسلام؟ من اخلاق الكفر. يبقى هو هنا المسلم هل لو زنى يبقى كافر؟ لا. لو سرق اللي من اخلاق الكفار يبقى لا، ما يبقاش كافر. لكن يبقى مسلم بيعمل بايه؟ بعمل اهل الكفر، متخلق باخلاق اهل الكفر، هو موحد بالله ومؤمن برسوله ومؤمن بالانبياء ومؤمن بكل حاجه، ماشي، كما يريد الله سبحانه وتعالى. لكن ده العقيده بتاعته اللي خليته مسلم، لكن في التنفيذ بتاع العقيده ديت بياخد شويه من الاسلام وياخد شويه من الكفر. عشان كده الناس درجات في الدنيا والاخره، وربنا سبحانه وتعالى لما يحاسبنا كمسلمين مش زي واحد كده عقاره، مش بيهبل دوت، طلع يقول لك ايه؟ جمعيه المسلمين، الله اكبر الله اكبر، كروا الجنه كروا الجنه. يعني هايف، استهياف، بيستهيفنا. يعني مين قال كده؟ اذا كانوا منافقين كانوا بيصلوا في الصف الاول وعملوا مره مسجد ضرار، وربنا ما تقبلش منهم. يبقى لازم تعرف ان يوم القيامه انت ستبعث على كمسلم على عقيدتك، هل انت مسلم ولا لا؟ فلو نجحت انك بقيت مسلم هيجي بقى تحاسب على اخلاقك ومعاملاتك اللي كنت بتعملها. كلما ارتقيت في التخلق باخلاق الاسلام، كلما اقتربت من الاسلام، كلما ارتفعت. وكلما كان في ذنوب ومتشابه باهل الكفر، حسابك بقى عند الله سبحانه وتعالى، اما يعاقبك، اما يكون لك حسنات ثانيه تغلب، اما يبعت لك شفاعه، اما حسناتك تغلب سيئاتك تدخل الجنه، يحاسبك على السيئات ديت، لان في سيئات فظيعه، يعني في سيئات فظيعه جدا. الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده كما يشاء. طب نيجي لاهل الكفر هيتحاسبوا ازاي؟ يجي يوم القيامه يقول لك ليس بعد الكفر ذنب، انت خلاص كفرت. تيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى فانت كافر وهو كافر. لكن ليه بعض الحسنات اللي عملها اللي هو تخلق فيها باخلاق الايه؟ الاسلام. كان بعض الحنون، يعني الام اللي حملت وولدت وربت وطبطبت وشالت ومسحت ولبست البمبرز ولمت البمبرز وطبخت، والاب اللي هناك اللي اشتغل وكفى البيت وعمل اسره كويسه وبيطعموا بساعات مساكين وبيطعموا يتامى وبيعملوا جمعيات، هل ده كله ضاع؟ لا. رقم واحد
انتوا ما عملتوه لان الله سبحانه وتعالى اللي رزقكم هذا الخير، يعني انتوا لما تفعلوا من نفسك. ثاني حاجه، اذا كنتوا عملتوه للدنيا فانتوا عشتوا في الدنيا. ثالث حاجه، انتوا خدتوا في الدنيا حسنات كتيره جدا جدا ما كنتوش تستحقوها، فربنا سبحانه برضه اداكوا نصيبكم في الدنيا. ثالث رابع حاجه، الحساب يوم الاخره برضه مش النار دركات. يعني ايه دركات؟ يعني الجنه درجات تطلع لفوق لغايه ما نوصل للفردوس الاعلى، ربنا يوعدنا ويوعدكم كده. لكن النار دركات، يعني الدرج لتحت. ففرعون مش هينحط مع ابو طالب، الاثنين كفار، الاثنين من ملة الكفر، كفار ماتوا كفار. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اكتر واحد اكتر كافر في الوجود عمل خير، ابو طالب. ليه؟ لانه كافر، انا بقول كافر عمل خير، كافر دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الاسلام وحمى الاسلام وضحى في سبيل الاسلام بس ما امنش بيه، هو كافر. لكن اكتر واحد عمل خير، اكتر كافر عمل خير، واخر النبي صلى الله عليه وسلم وعد ان هو يكون اقل الكافرين عذابا في النار، ابو طالب اقل الكافرين عذابا. يعني برضه في اهو شوف الجزاء، يعني برضه خفف عنه العذاب لانه عمل خيرات في الدنيا، ما عملش شر كتير في الدنيا. لكن الحته الاساسيه اللي هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ما عملهاش، ودي شرط اساسي، شرط اساسي ما عملهاش. يبقى الكافر يوم القيامه هيتحاسب حسب درجات الاذى اللي كان بيعمله، ماشي، يجازى عليه. اذا كان بيعمل خيرات في الدنيا ولسه باقي له حاجات، هتتحدد درجته في النار حسب الايه؟ حسب مستواه. المسلم في الجنة هيتحاسب انه مسلم طبعا، ميت على الاسلام والتوحيد ولا اله الا الله محمد رسول الله، وعلى الايمان بالكتب والانبياء واليوم الاخر والقدر الخيري والشري، ثم يحاسب على اعماله حسناته وسيئاته، يعفو الله عن السيئات ان شاء ويتقبل الحسنات ان شاء. فدي بمنتهى البساطة، لما تلاقي حد مسلم اذا كان بيعمل باخلاق الاسلام فهو متمثلا باخلاق الاسلام، واذا لقيته بيعمل شر فأقول هذا مسلم لكنه يفعل بأخلاق أهل الكفر. هو مش في الفعل ده، مش في كل حياته، في الفعل ده هو متمثلا بأخلاق أهل الكفر ويحاسب على ذلك في الدنيا والآخرة. يعني لو واحد مثلا قتل ظلما، دي من أخلاق أهل الكفر بيجاز عليه في الدنيا، سبق دي من أخلاق الكفر بيجاز عليه في الدنيا، في الآخرة يعفو الله سبحانه وتعالى أو يحاسبه، هذا يرجع لله سبحانه وتعالى. طب والكافر؟ الكافر اللي يعمل بعمل اهل الكفر من شر يجازى عليه. طب واذا عمل بعمل اهل الخير اهل الاسلام؟ نقول له شكرا، بنكرمه ونديله نوبل ونقول له العالم الفلاني شكرا، وساعات بنروح نحضر له محاضرات ونسمع منه، وفي اليسوف الفلاني ونكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم في لما في غزوه بدر، يعني قال في بعد ما الغزوه خلصت وكان في اسرى 70 واحد من الاسرى الكفار، قال لو المطعم ابن عدي حي وطلب هؤلاء النتنة لو وهبتهم إياه. المطعم ابن عدي دوت اللي النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف، والمطعم كان كافر ومات كافر أعتقد. النبي عليه الصلاة والسلام رجع من الطائف، رحلة الطائف طبعا كلكم عارفينها، ما عرفش يرجع المدينة، ما عرفش، خايف يرجع ومطرود يعين من هناك. شو بقى الوضع المؤذي، النبي صلى الله عليه وسلم ويضحي في سبيل هذا الدين ويجي يدخل بلده مش عارف، فيبعت سيدنا زيد بن حارثة للمطعم بن عدي يقول له محمد يعني يطلب يدخل في جوارك، قانون كده كان في مكة، جوار يعني حمايتي يعني. فالمطعم يوافق ويجيب أولاده العشرة ويمشي بالسيوف ويروح يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا المدينة ويجيبوا عند الكعبة ويقول محمد في جواري، محمد في حمايتي. ياه، ها كافر بيعمل بأخلاق إيه؟ أهل الإيه؟ أهل الإسلام. هو الإسلام، هو ده الإسلام. من احد من المشركين استجابك فاجبه حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. شوف شوف اخلاق الاسلام، هو عمل باخلاق الاسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم انه كان ممكن يكون بيعملها حميه بقى جدعانه، بس هو عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يردها له حتى بعد موته، قال لو هو حي وطلب مني الاسرى دول هديهم له كده ببلاش، اكراما للموقف اللي عمله معايا. وده يعلمنا ان المسلم كمان من ضمن اخلاقياته بيحفظ الجميل قوي، يحفظ الجميل قوي قوي، ما بينساش فضل اي حد حتى لو عدوي، ما ينساش فضله. لكن لا يمكن اجامل حد على حساب حقه.
خليك فاكر دي. ممكن النهارده طولنا شويه معلش، بس هي بقى ايه جابت كده. اسال الله سبحانه وتعالى يعني يشرح صدورنا للخير ويتقبل منا ومنكم، وان شاء الله قريبا انا بجهز دلوقتي عن ايه السحر والطلاسم والادوات والتقنيات النفسيه اللي استخدمها احمد عماره وغير احمد عماره. انا وسعت الموضوع خلاص، كيف يغسلون ادمغتنا، تفيد غسيل الدماغ في العالم كله خصوصا عند المسلمين، وهم عايزين مننا ايه. في قريبا ان شاء الله بعدلها، فادعوا لي لان الموضوع مش سهل، موضوع صعب، خصوصا انا بحب اتكلم عفوي مش منمق، ما احبش الورق او القلم، احب المناقشات. فادعوا لي ربنا يوفقنا ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.